اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، وكل الاكلات لما بتكون المطبخ المصري لازم تاخد خفه الدم المصري في اعدادها وتنفيذها، يعني البهارات والطبق كده بيتكلم مصري. معدة الطماطم حلوه والقوطه بتاعتنا بتاعت اسكندريه اللطيفه الحلوه، نقول مجنونه يا طماطم في سعرها ولا في جمالها ولا في حلاوتها؟ في كل حاجه. طماطم دي نستخدمها في الشوربه يبقى لها طعم تاني، نستخدمها في المحشي يبقى لها طعم تاني، نستخدمها كل كيسيه مع الصلصات يبقى لها طعم تاني. كل استخدام ليها بتديك طعم، عشان كده مجنونه في الطعم وفي السعر. هنعملها النهارده محشيه باللحمه المفرومه والبرغل. كلنا عارفين البرغل ده عامل اساسي وعضو اساسي في عمل الكبيبه. هنستخدمه النهارده مع لحمه مفرومه، ونعمل النهارده الطماطم المحشيه باللحمه والبرغل. نحط عليها جبنه ما نحطش حسب الرغبه. معانا النهارده فاصوليا خضراء لطيفه وجميله من خير ارضنا. الفاصوليا جمالها وشكلها لما تخضر اكتر واللون الاخضر الفاتح ده وتتعمل سلطه، دي نوع من انواع المقبلات لازم ويحتى عليك انك انت تحطها في الثلاجه لمده ساعتين من الزمن علشان تستخدم الطعم والطعم بتاعها يظهر فيها، لانها شويه فيها الياف وقيمه غذائيه عاليه جدا. اللي عنده مشاكل مع الكولون ياكل منها، الفيجيتيريان اللي ما بياكلش لحمه ولا فراخ ياكل الفاصوليا الخضراء، جميله ولطيفه. هنعملها نوع من انواع المقبلات. معانا بوريك النهارده. البوريك فيه اقاويل كتيره، وعايزين نحط النقط على الحروف في العجينه بتاعته. ممكن البعض بيعملوا بعيش صاج، بعيش شامي، ويحط الحشوة اللي احنا حابينها، ولكن نعمل عجينة البوريك وندخل فيها الدقيق الأسمر الجميل الحلو اللي هو غالب الألياف، يبقى نص بنص. هتجيد العجينة هنا طعمها يختلف وشكلها يختلف. هندعمها بحبة البركة، ويا سلام لو اتعملت بالجبنة القريش بتاعة الريف المصري والصعيد المصري. هنا بتتكلم مصر على أصولها. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن حلقاتي فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، والأكل النهاردة مصري. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع مجنونة يا طماطم. اتفقنا مع بعض كل ما ندخلها في طبق بيبقى لها طعم مميز جدا. انا احب اكل الطماطم دي واستخدمها في طبق شوربه بالكريمه، يا قلب الصغير لا يتحمل، خاصه لما تاخد غلوه وتاخد كرفس وكريمه لباني ممكن واحد يشرب له طبقين ثلاثه. تعالوا مع بعض نشوف مقادير طماطم محشيه باللحمه والبرغل وحقوق الطبع لدينا. وبس برغل يخش في حشوه اللحمه مع الطماطم دي حاجه جديده. ليه ما عملتش رز؟ ما دخلتش فريك؟ ما يحبش الشريك، الفريك للحمام وبس. لحمه مفرومه ضاني، ومعانا برغل، ومعانا بصل، ومعانا توم، روزماري، زعتر، شويه بقدونس، وما ننساش الطماطم تكون جامده شويه زي ما موجوده على الشاشه كده. نشيل القمع بتاعها من فوق وتتفتح بالشكل ده كده. ده بالنسبه للطماطم جاهزه للحشو. وشرايح من الجبنه الشيدر او الجبنه الموزاريلا حسب الرغبه. حلو الكلام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض سريعا، لان الحلقه بتاعتي فيها شغل النهارده، فيها عجينه وعايز اخش في تفاصيل العجينه مع حضراتكم. اول حاجه البصلايه بتاعتي تتحمر مع اللحمه المفرومه كده بماده دهنيه، يا اما زبده يا اما زيت. ما نيجي ندعمها مع بعض ونحط معلقه سمنه بلدي، مش هتقول لا اهو، ويبقى محشي بقى ايه دسم. واحنا كلنا واخدين فكره عن ان المحشي بيكون فيه شويه دسامه. حلو الكلام. ننزل بالبصلية الناعمة دي كده. حلو قوي. استنى على البصلية تتشوح، عينيا هتيجي تدمع. اعمل ايه وتعملي ايه عشان ترحمي عيونك من الدموع، دموع البصل، خلي بالك. نعمل ايه بقى يا عم الشيف؟ نحط البهارات بتاعتنا. بهاراتنا هنا، اللهم صل على النبي. هنبدا طبعا هنعمل ايه الطبق ده، يعني ايه ياخد البهارات اللي احنا عبيناها. شويه بابريكا حلوين كده، شوية زعتر محترمين، وكمان شوية بهار مشكل كده لطيف، ما تنسيش الفلفل الأسود والملح. حلو الكلام. وخليكي فاكرة إنك حاطة ملح علشان ما تحطيش ملح مرتين، يوم الأكل يبقى مالح معاكي يبقى تعبك على الفاضي. حلو الكلام كده. البصلاية اتغذت. حلو البهارات بتاعتها، نقلبها وناخد الطعم الحلو ده كده بمعلقة السمنة. ننزل باللحمة المفرومة، اللهم صل على النبي. اللحم ده ضاني، نسبة دهون لا تتعدى 20% بالشكل ده كده. شيف مغازي اللحمة المفرومة بطلعها من التلاجة بتكلكع مني، أجي أعمل مسقعة ألاقي اللحمة كتل في قلب المسقعة، أجي أعمل مكرونة بشاميل
الاقي اللحمه كتل في قلب المكرونه اعمل ايه؟ قول لي الله يبارك لك. انا عملت الكشري في حله واحده. ايه هي ازاي؟ اول حاجه نحمر بصلايه حلوه وننزل بالشعريه بتاعتنا مع الرز، دي اول حاجه. نستنى دقائق ننزل بالعدس بتاعنا يكون مغسول ومنقوع، بعد منه ننزل بالمكرونه الصغيره وننزل بالمكرونه الاسباجيتي ونسيبه يتسلق في شويه ميه حلوين مع زيت علشان يبقى مفلفل وزي الفل. بتكون محمره بصله، عندك شويه حمص مسلوقون مسبقا، وتغرف الطبق الكشري ده بعد ما تقلبيه كويس او بنفس الطبقات، وتحط البصله المقرمشه عليه وتعملي الدقه بتاعته اللي هي عباره عن خل وعصير ليمون وشطه وشويه كمون. ده بالنسبه لدقه الكشري بتاعتنا. وتعملي الصلصه بتاعتها اللي هي الطماطم مع تومه مع بصلايه سبايسي، بتحط فلفل حامي، بلاش الشطه. نصيحه مني لما تيجي تعملي الكشري عكس المحلات، المحلات بيحطوا شطه حمراء وتبقى لونها غامق كده، الواحد ياكلها من هنا يعني بيتضايق، القولون بيتعب، والطبقين كشري الواحد بيسلم خلاص. فخلي بالك استخدمي الفلفل الحار اللي هي الفلفل الاخضر بتاعنا في اطباق الكشري بتاعتك. اللحمه هنا زي الفل اهي تمام، بحط عليها شقشاء ميه حلوه كده، شقشاء ميه ليا ابو غازي علشان اللحمه تفك. ولما نحط شقشاء الميه لازم نغطي الحله مباشره عشان البخار اللي هيطلع نتيجه وضع قليل من الماء مع اللحمه المفرومه هيفتت اللحمه دي من بعضيها ويفك الانسجه بتاعتها. شفت المعلقه دي؟ وغطيها بس خلاص. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ كيميائيا هنا في بخار بيطلع، معلقات الميه دي بتتباخر فتقوم تفتت لي اللحمه من بعضيها اذا كان فيها دهون اذا كانت متجمده ايا كان. هسيبها كده زي ما هي، وتعالوا نشوف البرغل بتاعنا ونجهز الطماطم بتاعتنا للحشو. يا مدام هاله ازيك؟ يا العسوله الاموره هاله. يا هاله. العسوله الاموره هاله. عندك كام سنه يا هاله؟ الو، وطي التلفزيون عشان اسمعك. لا اله الا الله. الطماطم كده زي الفل اهوت. انا عايز اقول للساده المشاهدين التواصل مع الشيف المغازي سهل جدا، احنا عندنا المكالمه بتاعتنا مجانا بالسعر العادي خالص، وتتواصل معانا وتسال السؤال اللي نفسك فيه. واحنا عندنا ميزه في الاتصال، ايه هي؟ بتساله بتطلبه حاجه، احنا عندنا لايف بعد الهواء مباشره بنجاوب على الاسئله نظري، وبنستنى الاسبوع اللي بعديه بنجمع كل الاسئله بمساعده فريق السوشيال ميديا ودعمهم، وبنتابع وبنعمل الحاجات دي عملي في الاسبوع الثاني. الكلام ده ما بيحصلش في اي مكان، ما يطلبه المشاهدون زي ما كان زمان كده في برنامج في التلفزيون في الراديو، ما يطلبه المستمعون، احنا هنا ما يطلبه المشاهدون في البرنامج بتاعنا على شاشه القناه الاولى. اللحمه المفرومه اتفككت الانسجه بتاعتها. اللهم صل على النبي. عند برغل. برغل بتاع الكبيبه واقلبه على اللحمه المفرومه. دعمته انا كده. حلو. واخد الحشوه دي يا عم الشيف بعد ما اقلبها كويس. اعمل ايه بقى؟ احشيها في الطماطم. الله، الطبق ده مستو فيه كل العناصر الغذائيه، برغل، منتجات القمح الصلب المدعم اللي هو بينطحن يطلع منه ناعم وخشن، وفيها لحمه مفرومه بروتين، فيها فليفر من التوابل بصمات الشيف، في طماطم مجنونه هنا بتدي طعم حلو قوي لما تاخد لحمه مفرومه، لان انا مش شايل القلب بتاع الطماطميه كله، محتفظ بشويه كده علشان يدعموها ويدوها قوه، وتجيب الطماطم اللي هي جامده، ما تجيبش الطماطم الطريه، خلي بالك. يعني انزلي اشتري الخضار بنفسك كده لان الخضار بيندفع فيه فلوس، وتجيب الطماطم اللي هي جامده للحشو. هناخد الحشوه دي كده يا عم الشيف. وعملت محشي. يعني مثلا جوزك مثلا كده هو نازل الصبح يقول لك نفسي والله اكل محشي. فخلي الصوره مفتوحه زي اخواننا بتوع الفوتوشوب. صورة مفتوحة يعني ايه؟ خلاص قولوا له حاضر يا حبيبي عينيا، يرجع يلاقي اسهل طبق محشي عملتيه. طبعا هو معتقد انك هيرجع يلاقي حلة كرنب وحلة ورق عنب، فانت هنا ايه؟ فجئتيه بطماطم محشية. هيقول لك طماطم الست دي كسولة وعامل الطماطم، لا بس بعد ما ياكلها بالطريقة دي والجديد هنا برغل بجد والله هيقول لك كل يوم اعمليها. لا ورق عنب ولا كرنب، احنا تعبنا منه. حاجة سهلة ما خدتش منك وقت، عندك ولاد بيذاكروا دلوقتي في الامتحانات. ما فيش وقت كله في المطبخ، خلي بالك احنا طالعين من رمضان وزحمه مطبخ وزحمه اكل. ايه المشكله؟ شفت انا بحشيها ازاي؟
الطماطم دي لما تستوي بقى من جور السعيد يسعد، هتلاقي اللحمه دي دخلت في اللحم بتاع الطماطم هي والبرغل كده وزي الفل. لسه ما خلصتش. حلو. عند الوش بتاع الطماطميه انا مقطعه جاهز، هعمل ايه؟ احطه على الوش والطماطم دي تتغسل. كل يوم مطبخي فيه روزماري وزعتر، ده اساسي معايا اهو. روزماري ده بيتباع، وعلى فكره ممكن تزرعيه في عندك في البلكونه يعني. حلو الكلام. ده الروزماري. حلو زي الفل. نطلع فاصل، يلا توكلنا على الله. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل شويه صوص كده حلوين لطاف، هنشوف نعملهم مع بعض ازاي سريعا كده عشان ادعم الصينيه دي كده. معلقه سمنه صغيره بحط عليها شويه ميه، ممكن لو عندك شوربه فراخ او شوربه لحمه تبقى لطيفه وحلوه. شفت المعلقه السمنه الصغيره دي كده، وتبل يا عم الشيف الشوربه دي او الميه دي بشويه زعتر حلوين كده، بابريكا، شويه بهارات حلوين، والملح بتاعنا وشويه فلفل اسود. ده المطبخ زي الفل. اقلبهم كويس. عندك شوربه فراخ هتبقى احسن مني، عندك شوربه لحمه هتبقى لطيفه ولطيفه. هناخد ايه بقى يا عم الشيف؟ هناخد الصوص ده كده، بلاش نحط طماطم، ما هي ايه طماطم، فبلاش طماطم، خلونا سائل كده خفيف لطيف وحلو هيتبخر يوم يسوي لي الجدار الخارجي للطماطم. ولما تحط كده تحطها في الايه؟ في الفراغات دي كده. هناخد بعضينا يا عم الشيف مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري والاساتذه المصورين حبايبي، وناخد بعضينا ونروح على الفرن. صينيه طماطم زي دي كده المحتوى بتاعها هرم غذائي، حطيت فيها نعناع اخضر حلو لطيف وجميل، هيدي فليفر حلو كده ويدي شكل وبرزنتيشن عالي جدا. دي يا عم الشيف تتحط فين؟ فرديه الفرن ولا في نص الفرن؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. هنعدل الفرن. يعني ايه نعدل الفرن يا شيف؟ يعني ناخد الشبكه دي كده، اللهم صل على النبي، ونخليها تحتنا كده، وندخل الصينيه الحلوه دي اللي بتتكلم مصري والطعم مصري بخفة دم مصرية، ونحطها هنا كده ونودعها ونبص عليها نظرة الوداع. ايه الحلاوة دي؟ ايه الاخراج الجميل ده؟ ده قبل ما اتكلم والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها من داخل الفرن. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، او هتروحوا بعيد تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. كل اللي انا بعمله بظبط المسائل وبظبط الكاونتر بتاعي، اللي انا عايزه بخليه معايا واللي مش عايزه بيرجع، ده الطبيعي. انت في المطبخ نفس القصه، ما تخليش الدنيا زحمه حواليك علشان تظبطي، عندك اطفال صغيرين تحصل مشاكل وخلافه. تعالوا مع بعض نشوف مقادير عجينه البريك هشتغل فيها للامانه، وده المطبخ. حاضر اهي، مش هحركها من مكانها. معانا كوبايتين من الدقيق الاسمر، او دي البر بيسموه في الخليج، او الدقيق الاسمر والمسميات بتاعته يعني، اللي هو الغني بالالياف. ومعانا خميره، ومعانا سكر علشان الخميره تشتغل، رشه ملح، زبادي في العجينه، زيت زيتون او زيت عادي حسب الرغبه. دي مقادير العجينه، وشويه ملح وشويه سكر للعجينه. طيب معانا حبه البركه، ومعانا جبنه قريش، دي الحشوه بتاعتنا. حابة تحط للجبنة بقى فلفل ملون، تحط بقدونس حسب الرغبة. ولكن خلونا يا استاذ رحاب بعد اذنك نطلع بمقادير الفاصوليا الخضراء سلطة، علشان نبقى بالمرة حطيناها في النار تتسلي. انا عايزك في المطبخ كده، اكسبي وقت. مية بتغلي اهي يا فندم، اهي في ايدي، اهي في ايدي، اهي حاضر. فاصوليا خضراء، ده كله عشان المطبخ يبقى رايق وزي الفل. فاصوليا خضراء معانا، معانا فلفلة ملونة، معانا زيت زيتون، عصير حامض اللي هو عصير الليمون، وملح وفلفل. ولكن كالعادة اتعودنا من الشيف المغازي تركاية لطيفة حلوة بتساعد على ان الفاصوليا الخضراء اللي موجودة على الشاشة بمقاديرها يبقى لونها اخضر فاتح ولطيف وجميل، هيبقى احسن من اللي موجود على الشاشة. البعض بيعمل الفاصوليا بعد ما بتتسلي بيبقى لونها اسود، شكلها يعني يقفل الواحد منها، فانا ازاي اخلي لونها اخضر؟ هنشوف التفاصيل مع بعض مع الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. مية بتغلى على النار مبدئيا كده، مية بتغلى على النار. الفاصوليا الخضراء يا اخوانا اهيت قمعناها، وتجيب الفاصوليا الخضراء تشتريها بنفسك عيني. حاضر اهو عشان ست الكل،
ونسيب ده وناخد بعضينا ونطلع على المنصورة، الناس الطيبين الحلوين اللي أنا بحبهم. طماطم المحشية في الفرن لونها بيتغير، بتاخد شكل برونزي لطيف، ورقتين النعناع الأخضر اللي حطيتهم في الصينية قلبوها كده وخلوه شكلها حلو وادوها طعم حلو. والمقادير ايه يا حم، ايه الحلاوة دي النهاردة؟ المقادير من الفرن كمان، الكلام ده بيحصلش يا اخوانا، في ابداع هنا، وصلنا لمراحل الابداع والفن. المقادير من الفرن على الهوا، حلو الكلام. معانا طماطم ولحمه مفرومه وبرغل، ده الاساسي. بهاراتنا ملح وفلفل وزعتر وروزماري. قافل الفرن، انا اسف قافل الفرن. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل، نشوف العجينه مع بعض. احنا اللايف بتاعنا يا اخوانا بعد التتر على الشاشه على طول، بنطلع لايف لمده 3 دقائق 5 دقائق زي ما انتوا عايزين، لغايه لما نجاوب على كل الاسئله. ركزوا معايا شويه في مقادير العجينه اللي هعملها دلوقتي. دي عجينه البوريك، ده دي اسمر، عشان الدقيق الاسمر ده يديني ماده الجيلاتين اللي موجود فيه ويشد معايا، بحط شويه ايه دي ابيض كده. اه هنحط الخميره والسكر، حته اللحمه تكون محرمشه محوجه فيها بصل وفيها توم وفيها فلفل حار، وتكتر الفلفل الحار، وبره بيحطوا فيه ليا ضاني عشان ياخد الطعم الضاني، بلاها الليا خلي بالك، انت اعملها طبيعيه خالص كده تبقى حته اللحمه حلوه وملبسه وزي الفل، بس اديها شويه فلفل حار تبقى لطيفه وجميله. انا بعمل العجينه دلوقتي بتاعت البوريك بس سله، زي الاطفال الصغيرين كده بيجيبوا العجينه ويقعدوا يعملوا بايديها كده، تقعد ايه في الاخر تقول لك كل يا بابا. هنعمل ايه؟ نحط شويه ميه، نحط شويه حليب. العجينه معايا جاهزه على فكره، وانا مقطعها ومقصتها هنا، ايه مخرجنا الجميل بيحبني هيجيبها. اهي 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 بتلف اهي، دي العجينه اهي. حلو، انا بقى ده بس بعملها قدام حضراتكم عشان نشوفها مع بعض. العجينه معايا هديكي اماره كده، ثلاث علامات او ثلاث امارات يقولوا لك ان العجينه دي خدت السوائل بتاعتها وخدت المكيال بتاعها من السائل وطلعت معاكي زي الفل. اول اماره، اول ما تلاقي العجينه شدت معاكي ولمت كلها على الرخامه اللي انت بتعجيني عليها، يعني ايه يا شيف؟ يعني اول بتلاقي تحط مش بقول لك زي طلعت من من ايديها زي الشعره من العجين، يعني طلع من مشكله زي الشعره من العجين، يعني ايه؟ انا ايديا واصابع ايديا تطلع من العجينه كده من غير اي عجين، تعرف ان العجينه زي الفل. هي كده خدت السوائل بتاعتها اللي هي مكان ما بتحط، وهتلاقي الرخامه دي انا مش همسحها خالص. انا هفرد عليها. وحبيت اعملها مع حضراتكم لان العجينه دي فيها دقيق البر، مش لازم عجان يعني، لا زمان لا كان في عجان امهاتنا ولا كان على ايديهم بيعجنوا، عشان كده تلاقي العجينه دافيه وفيها بصمه الحنان والحب بتاع الايدين اللي بتعجن. خلي بالك انا نفس الموضوع ده والله العظيم، السعاده بتغمرني لما العجينه تطلع معايا زي ما انا شغال كده دلوقتي. مخرجنا اهو متابعني اول بقى، الرخامه اهي، فين اثار الدقيق؟ فين اثار الخميره؟ فين اثار الزبادي؟ فين اثار الحليب؟ فين اثار الميه؟ وانا شغال اهو. حلو زي الفل تمام. نعم يا غالي. شفت العجينه؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه العجينه المها اهي. شفت مخرجنا؟ شفت العجينه تحت ايدي ازاي؟ ده العجينه. حلو زي ما انا شغال كده، سيب العجينه بقى تريح، فيها خميره وفيها سكر، وجود السكر مع الخميره بيعجل تخمير العجينه. يعني خليها تتخمر بسرعه وشغلها بسرعه. وتعرف ان الخميره بتاعتك شغاله ولا مش شغاله ازاي؟ بحاجه مهمه جدا، زي ما شفت معايا من شويه، اول ما تحط السكر على الخميره وتدي رغوه وبياض، اعرف ان الخميره بعافيه وصحتها حلوه وعضلاتها تمام، هترفع لك العجينه وتخمرها. لقيت الخميره محلك سرك وكلكعت منك، اعرف الخميره دي واخده رطوبه، بلاها غيريها عشان ما تبوظلكيش العجينه. وانصحك تقلب السكر مع الخميره قبل ما تحطيها على بقيه المكونات عشان الدقيق ما تخسرهوش ولا الزبادي ايا كان الماتيريال بتاع العجينه. العجينه هنا جاهزه هتتخمر تطلع معانا بالشكل ده كده. تعبت والله معانا يا شيف. اهي ده قبل ودي بعد. تعالوا نعمل البريك مع بعض ونفرد العجينه مع بعض كده زي الفل، ده مهم جدا. حد هيقول لي دلوقتي شيف بوغاز العجينه اللي انت عجنتها دي هتروح فين؟ هترميها؟ ابدا بالعكس، احنا نعملها بوريك، شغلها تاني يوم، تعملها بيتزا لاولادك،
تعملها فطاير زي ما انت حابه. ادي العجينه اهي، تخليها مكان دي كده، وافرد من العجينه اللي عندي مكان ما كنت شغال. بس خلونا نحضر الحشوه بتاعت البوريك واحنا مع بعض كده. حشوه البوريك جبنه قريش، نعناع اخضر، شويه بقدونس، بيضه، بصلايه ناعمه، دي كل المكونات. تعالوا نعملها مع بعض سريعا كده في كسرولنا من الازاز. اللهم صل على النبي. ادي البوريك بتاعنا، ده الجبنه القريش من المطبخ الصعيدي والمطبخ المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مازبيرو. ادي شفت الجبنه اهي، منتجات الالبان. اصبح ان البوريك ده فيه كل حاجه. اخد من البيت كده، اللهم صل على النبي. حلو، ونحط البهارات بتاعتنا وبقيه التوابل، بقدونس، نعناع اخضر، بصلايه مفرومه ناعمه عندنا. الحشوه دي بقى رهيبه، فيها كل حاجه. انا هعمل تركايه دلوقتي حلوه قوي هتعجبك. البهارات بتاعتنا طعمها كده، شويه كمون حلوين انا بحبها مع الجبنه زي الفل. ما تحطيش ملح، ما تحطيش ملح، خلي بالك جبنه القريش دايما بيبقى ملحها مظبوط. ونقلب كل ده مع بعضه، البيض مع الجبنه مع النعناع مع البقدونس. وسع. حاضر ابن حلال والله يا شفيه، بيقول لي الفرن. شفت البخرج مش مركز في الصوره وبس، مركز كمان في داخل الفرن، ودي حاجه حلوه، ده التعاون. حلو، عشان كده انا بقول لحضراتكم انا اقل واحد ببذل مجهود في البرنامج ده. تعالوا نطلع الايه، الحاجات اللي في الفرن ونتفرج عليها كده ونبص عليها ونحطها هنا علشان الرخامه. اللهم صل على النبي. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. طماطم المحشيه، ايه الحلاوه والجمال ده يا شيف، ايه الحلاوه والجمال ده. بص عليها، بص عليها ودلعها. ايه الحلاوه دي، ايه ده، تتكلم مصري يا غالي. الله الله على الصوره الحلوه من داخل الفرن اهي. اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت محشي. مش لازم اقعد بقى ساعتين واولادي بيذاكروا وعندهم مذاكره وعندهم التزامات، اقعد لي ساعتين ثلاثه في الفرن اعمل محشي في المطبخ. خلي بالك. ايه اللي بتحطه ده يا شيف؟ ده روزماري برزنتيشن، يعني شكل. اعمل اللي بعمله ده كده، مش تخسري حاجه. عيني. حاضر، بيقولوا لي اطلع فاصل. نطلع فاصل ناخد راي المشاهدين. نطلع فاصل، سامعكم انا. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. سيبوني افرد البوريك واحشيه من الحشوه بتاعتي الحلوه دي كده. ربنا يقدرنا نعمل 20 30 واحده نكفي الجيران والحبايب. وابني النهارده راجع من الامتحانات، عازم صحابه نعمل لهم البوريك بتاعهم. هنقول الشيف المغازي عمله. هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل البوريك بالجبنة. لازم العجينة بوريك جاية من العجينة، لازم تترق بالشكل ده. شوف السباكة بتاعتها اهي اهي، دي العجينة بتاعت البوريك في ايدها اهي زي الفل. تمام تمام زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحشيها دلوقتي الحشوة بتاعتها. الحشوة اللي هي عبارة عن ايه بقى؟ جبنة قريش تاني هقولها عشان اللي ما خدش باله ياخد باله، مع البيض بالشكل ده كده. البوريك ليه شكل اللي هو بياخد الشكل الايه؟ المربع او المستطيل. اللهم صل على النبي. نفرتها كده يا عم الشيف، وعندي صينيه نعمل لنا اتنين تلاته اربعه عشان ندخلهم الفرن كده وياخدوا السوا بتاعهم ونشوفهم بعد ما يستوى، ده الطبيعي. ادي واحدة. حلو، ونخليها هنا كده. شيل الفاصوليا دي من هنا، هنكمل الكلام عليها بعد كده. خليها هنا. ونفرد كمان واحدة مع بعض، شوية دقيق صغيرين كده. شفت العجينة بتتفرد لوحدها ازاي؟
واضحه. هي اول ما بتلمسها النشابه بتتفرد على طول، واخده مراحل التخمير بتاعتها، واخده السوائل بتاعتها، شويه دقيق صغيرين. عندك درجه حراره الفرن عندك 180، العجينه بالشكل ده كده، ونحط الحشوه دي كده. المخرج بيقول لي ما قطعتش النعناع ليه؟ حلوه وسؤال وجيه جدا، واعتقد ان الساده المشاهدين برضو عايزين يعرفوا ليه الشيف ما قطعوش النعناع. من الورقيات اللي هي اول ما بتشم النار على طول يختلف شكلها، زي ما انا حطيتها كده مع الايه، مع الطماطم. تاني شويه دقيق صغيرين. معانا وقت قد ايه يا استاذه رحاب؟ الله يوريك، الله يبارك لك. حلو، نعمه. الفاصوليا عايزه مني بالظبط كده 3 دقايق اللي انا سلقتها من شويه. العجينه كده بشكل مستطيل كده، واخد الحشوه دي كده. البيض، ابن حلال بيقول لي ليه حطيت بيض مع الجبنه القريش؟ وسؤال وجيه، وجود البيض هنا بيعمل عمليه تماسك للتوبنج او للحشوه بتاعه البوريك. نعمل واحده كمان، 4 كفايه، 4 كفايه، اخر واحده. شويه دقيق، نفرد العجينه بشكل مستطيل عشان يبقى شكل البوريك مستطيل او مربع. البوريك ده ممكن يتعمل بالكريات المصري بتاعنا مع لحمه مفرومه، يبقى لطيف وحلو زي المطبق كده، المطبق اللي هو البوريك يعني، بس العجينه بتختلف شويه. شفت كده حشوه عباره عن حشوات اللي شفناها دي كده، جبنه، نعناع، بيض، بصله، نعمه، تومه. الله، دي بقى على فكره حلوه قوي لاولادك، خاصه ممكن تقعد عندك يوم واثنين وثلاثه، دول كفايه قوي. هندخلهم الفرن عشان نشوف ايه اللي بعده. لما نيجي ندخلها الفرن نحط عليها حبه البركه كالاتي. الصوره حلوه كده شبابنا. بنعمل ايه؟ ده بيض مع حليب، بيض مع حليب اهو، بيساعد على احمرار الخبز وتلوينه باللون البرونزي، اللون الذهبي، بالفرشاه كده حليب وبيض. تحط رشه فلفل كده عشان الزفاره. عايزه بقى تحط كمون حصى، اهلا وسهلا. عايزه تحط حبه البركه، اهلا وسهلا. عايزه تحط سمسم، اهلا وسهلا. انا هحط حبه البركه كده زي الفل. مره ثانيه اعملها بالكمون. انا هشتغل دلوقتي في الفاصوليا بتاعتنا الحلوه، ازاي نعملها مع بعض. والمقادير على الشاشه، مقادير عجينه البوريك، دقيق نوعين، انا استخدمت الدقيق الاسمر، والعجينه قدام حضراتكم اهيت. وطبعا ما ننساش الخميره والملح وزيت زيتون وزبادي وملح وفلفل وجبنه قريش، دي الحشوه اللي عجبت ست الكل. نروق مطبخنا كده اول باول، اللهم صل على النبي كده، ونغير الجلافز ده كده. نقفل الفرن. عينيا يا فندم. تمام. طيب هنخلي العجينه هنا عشان نذكر الساده المشاهدين بيها. احنا بعد ما نخلص نعمل لنا بقى 20 30 واحده عشان نكفي العيله والحبايب والقرايب. وتعالوا مع بعض بسرعه نعمل سلطه الفاصوليا الخضراء اللي احنا سلقناها مع بعض على البلانشه بتاعتنا، ونبدا نشتغل. حلوه قوي، وادي الفاصوليا بتاعتنا الحلوه، خليها هنا كده، وشوف الخضار بتاعها وجمالها. ايه اللي ساعد على خضار الفاصوليا دي كده؟ وجود الملح مع ماء بيغلي. بتسلقي فاصوليا خضراء، بتسلقي بروكلي، الخضروات عموما، سبانخ، لازم تواجد الملح مع الماء المغلي. وتعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه، يفضل وضعه في الثلاجه مش اقل من ساعتين قبل تقديمه على السفره. بصلايه زي دي كده تتقطع جوليان، شرايح، دي مصطلحات طهويه مالكيش دعوه بيها، المهم تتقطع بالشكل ده كده، عشان البصله دي دلوقتي هنفركها مع توابل. حلو قوي. ها
هناخد البصلايه دي كده لوحدها. اللهم صل على النبي. في بوله حلوه زي دي كده ونحطها هنا كده. هي دي السر، سر في البصلايه دي كده وانا شغالها اهو. واحده واحده عليها بقى كده اهو. فص الثوم ناعم، فين الثوم اهو؟ فص ثوم اهو ونايم، مش ثوم مستوي، خلي بالك. وعندنا يا عم الشيف زيت زيتون على البصلايه. كتري زيت الزيتون ما تخافيش، زيت الزيتون على البارد مفيش منه مشاكل. وبنعمل ايه يا عم الشيف؟ ونحط شويه البهارات بتاعتنا، من البابريكا، كمون عشان ممكن الفاصوليا دي شويه غازات، خلي بالك تحط كمون، فاصوليا خضراء برضو بتحتاج للكمون، وشويه الملح الحلوين. كل ده على البصله، خلي بالك اللي بنخطأ فيه ان احنا بنحط ده ونقعد نقلب في الفاصوليا، الفاصوليا بتتهري مننا. الطعم في البصلايه اللي انا بتبلها دلوقتي، حطيت ايه يا شيف؟ ملح وفلفل وكمون، حلو، وعصير ليمون وزيت زيتون، ده كله على البصلايه. وامسك البصلايه دي يا عم الشيف ادلعها اخر دلع. حاضر يا فندم، حلو. كل ده مع بعضه. شوية بقدونس حلوين كده. الله، ايه اللي بعد ده كده؟ هنحط ده كله على الفاصوليا وخلصت السلطة بتاعتنا زي الفل كده يا عم الشيف. ونقلب ده، لازم التكنيك ده اللي انا شغال بيه. دي بقى المفروض يا عم الشيف تتحط في التلاجة ساعة زمن، ما ناكلهاش دلوقتي علشان ناكلها ونستطعمها. التوم النية مع عصير الليمون وزيت الزيتون، ولكن هغرفها لحضراتكم دلوقتي. بس انت طبعا خليك احسن مني زي ما قلت كده، وتحطها في التلاجة مش اقل من ساعة. طبق التقديم بسرعة كده عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. حلو قوي. ممكن نزينها بقى بطماطم شيري حسب الرغبة، في طبق حلو زي ده كده. يلا يا فاصوليا. الله، تاني المعلومة دي مهمة جدا، الفاصوليا دي مجرد ما تعمليها ما تغرفهاش. أنا بغرفها عشان الصورة الحلوة وإحنا مع حضراتكم على الشاشة، ولكن الصح يا شيف تتحط في التلاجة مش أقل من ساعة زمن، تبرد وتاخد عملية التبريد من التلاجة مع الفليفر الحلو اللي أنا حاطه مع البصلاية والتومة اللطيفة الحلوة. زي الفل يا عم الشيف. ونقدمها مع التزيين والبرزنتيشن، نعناع أخضر ماشي، طماطم شيري صغيرة ماشي، زي ما أنت عايزة. نعم يا غالي، ممكن تحط طماطم، ممكن تحط فلفل ألوان، زي ما أنت عايز. إحنا معانا وقت، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، طبق السلطة معايا أنا شغال فيه عينيا زي ما أنا عايز. أهو نخليه هنا كده. ونوسع كده، وتعالوا مع بعض نشوف البوريك بتاعنا أخباره إيه. ادعوا معايا يكون خد لون. بس أحلى في الموضوع، أحلى ما في الموضوع يعني، الطماطم المحشية. صنف محشي للولاد ولضيوفي زي الفل. إيه الحلاوة، إيه الدلع ده؟ معانا وقت قد إيه يا أبو خرجنا؟ 30 ثانية يعني، مفيش وقت. بس أنا المصداقية اتعودنا عليها من الشيف المغازي على شاشة القناة الأولى، والشفافية والوضوح والصراحة، ده اللي اتعودناه من التلفزيون المصري. البوريك ده علشان ناكله ونتعامل معاه عايز له كمان تقريبا في الفرن مش اقل من 20 دقيقه ياخد لون زي الحته اللي انتوا شايفينها واخده لون. مخرجنا جميل هيجيبها اهي، تفاصيل اهي، الحته اللي في الجنب دي. احنا عندنا الجبنه مش محتاجه سوا كتير. الله، ايه الصوره الحلوه دي، حبه البركه لما بتخش المطبخ بيبقى فيه بركه على السفره بتاعتك. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه بتتكلم مصري، بدايه من طبق المحشي اللي عملته، طماطم محشيه بالبرغل، شفنا عملناها مع بعض ازاي. سلطه الفاصوليا الخضراء، البوكيه الجرديه الحلو الجميل الحلو ده من الفاصوليا والبصل والفليفر العالي من زيت الزيتون وعصير الحامض. البوريك بافكار بسيطه وسهله شفناها مع حضراتكم. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه.
منين يا أم غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.